حبايبي الحلوين، هعمل لكم دلوقتي كيكه شوكليت هتحبوها قوي وهتاكلوا صوابعكم وراها. مقادير الكيكه: 4 بيضات، واحده فانيليا، واحده بيكنج باودر، 2 كوب وربع دقيق، 2 كوب سكر، 2 كوب لبن، وكوب زيت، و2 عبوه ايا كان نوع الشوكليت اللي بتستخدميها. هنشيل البيكنج باودر والدقيق على جنب ونحط كل الخليط بتاعنا في الخلاط، اللي هو البيض والشوكليت والزيت واللبن والسكر وكل حاجه مع والفانيليا طبعا ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. ودلوقتي جه وقت الدقيق بتاعنا اهو، وهنضيف عليه البيكنج باودر كلها كده. هناخد بقى من الصوص اللي احنا خلطناه ده 2 كوب، طبعا الكوب دي هي اللي بنعاير بيها بتاعتنا في كل المكونات. ادي كوب، اطلعي فوق شويه، وادي الكوب الثاني وربع كده، كتير قوي مش طبيعي. وهنشيل الباقي الخليط في التلاجة. حطينا بقية الخليط بتاعنا في التلاجة، والدقيق والبيكنج باودر والكوبايتين وربع من الخليط بتاعنا حطيناهم كده، وهنضربهم كويس جدا 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 بالمضرب. طبعا المزيج بتاعنا بقى بالشكل ده. هنجيب اللي هنساوي فيها الصينية البايركس بتاعتنا، نحط فيها زيت او زبده او ايا كان، يعني ندهنها كويس قوي 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 قوي. نحط المزيج بتاعنا في البايركس، حطيناها في البايركس بتاعنا بالشكل ده، وهنحطها في الفرن لمده تقريبا 25 دقيقه. دلوقتي الكيكه بتاعتنا في الفرن، ممنوع تفتحي عليها لان هي عليها بيكنج باودر، يعني المفروض ان هي هتعلى 25 دقيقه، وممكن تبصي عليها تكون ان شاء الله هوريك في الاخر. دي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن يا جماعه، بصوا عليها ازاي. دلوقتي هنقطعها ونحط عليها الصوص اللي في الثلاجه، خليكم معايا. طبعا يستحسن نسيبها لما تبرد علشان ادي الصوص بتاعنا بقى اللي احنا جبناه من الثلاجه الجميل، هنسقيها كلها كلها بصوص الشوكليت، نغرقها في الشوكولاتة، وبعد ما نخلص هنحطها في التلاجة مرة تانية تسقع بقى، يعني هي يحبذ ان هي تتاكل ساقعة. اوكي.